اول حاجه يا مس، لازم اعرف ايه الفرق بين المعادله وايه الفرق بين التعبير الرياضي. يبقى انا النهارده هراجع مين؟ المعادلات. ايه يا مس هو الفرق بين التعبير الرياضي والمعادله؟ التعبير الرياضي مين فاكر اللي هو ما فيهوش علامه يساوي، وايه هي المعادله اللي فيها علامه يساوي؟ يعني يا مس لما اقول كده اكس زائد 3 بتساوي 5 دي معادلة، لكن لو قلت اكس زائد 3 تبقى دي تعبير رياضي. يبقى المعادلة هي اللي فيها يساوي والتعبير الرياضي ما فيهوش علامة يساوي. تاني يعني لو انا قلت اكس ناقص 2 بتساوي 4 دي اسمها ايه؟ معادلة. ليه يا مس؟ عشان فيها علامة ايه؟ يساوي. يبقى المعادلة هي اللي بتحتوي على علامة ايه؟ يساوي. لكن لو قلت اكس ناقص 2 دي اسمها تعبير رياضي. ليه؟ عشان ما فيهاش علامة يساوي. يبقى عرفنا ايه الفرق بين التعبير الرياضي والمعادلة؟ أيوة يا مس، المعادلة بيكون فيها يساوي، التعبير الرياضي ما يكونش فيها يساوي. تمام. يبقى لما يجيب لي سؤال في الامتحان زي ده ويقول لي يا مس اكس زائد ايه زائد 2 بتساوي 5 تسمى نقط، دي تسمى ايه؟ اطرح الام معادلة. معادلة عشان فيها يساوي، معادلة معادلة، عشان فيها يساوي. تمام. يبقى دي بتسمى معادلة. طيب لو انا جبت تاني، لو انا قلت لك ايه زائد 2 زائد 200 مثلا بتساوي 500، فجيت سألتك وقلت لك دي بتسمى ايه؟ معادلة نقط. معادلة يا مس، وقيمة الايه بكام؟ وقيمة الايه بتساوي ايه؟ لما معادلة وقيمتها المعادلة وقيمة الايه بتساوي. ممتاز، قيمة ال A دي تسمى سنتيمتر. الاول تسمى معادلة عشان تحتوي على علامة يساوي. وجبنا الايه ازاي ب 300؟ قال 200 زائد 100 زائد 300 500. ممكن نعمل طريقة تانية، قلنا الاول مش موجود اعمل عكس الموجود. يعني الايه مش موجودة، دي اللي موجودة في الاول، نعمل عكس الموجود. عكس الموجود ايه يا مستر؟ يعني عكس الزائد طرح. عكس الزائد ايه؟ طرح. يبقى انا هطرح، نطرح يا مستر الصغير ناقص الكبير ولا الكبير ناقص الصغير؟ الكبير ناقص الصغير، الكبير ناقص الصغير. الكبير 500 ناقص الصغيرة 200، فلما اطرح ال 500 يمس ناقص ال 200 هيطلع هيجي لي لي فعلا 300. كام؟ 300. عرفنا بنجيب ازاي؟ ايوه يبقى ايوه الاول مش موجود اعمل عكس العكس، الموجود. الاول الاول مش ناقص في موجود. النص اطرح، طب الناقص لو في اعمل عكس النص؟ الموجود اطرح من غير ما ابص. ناقص ازاي ناقص يا مس؟ طب تعالي كده هاتيلي مسألة يا مس الناقص فيها في النص مثلا. رحت قايله لك 200 زائد ايه تساوي 700. الناقص لو في النص اطرح من غير ما الناقص تبص، بص الناقص اطرح لو في النص الميتين، اطرح من غير ما تبص. اطرح هنطرح يا مس ال 700 الميه من الميتين، تديني كام؟ 500. خمسمية. يبقى الايه طلع بخمسة. صعب الكلام ده يا حلوين؟ لا سهل، لا مش سهل، لا مش سهل جدا اوي. ماشي. بس دي فيها زائد في النص مش الناقص. عادي، ما ممكن تبقى ناقص وتبقى زائد براحتنا. يعني انا لو كتبت لك كده 200 ناقص ايه بتساوي 100، هنا الناقص في النص ولا لا؟ ايوه النص في النص، الناقص في النص. مش قلنا الناقص لو في النص اطرح من غير ما تبص؟ لو اطرح واحد يبقى صفر اطرح من غير ما ابص، اطرح الكبير ناقص الصغير 300. يبقى 100. اللي في صوت يا جماعة عندكم، في حد عنده في المايك صوت وش جامد؟ زوري اعملي المايك كده في دي يا حبيبتي عشان في صوت وش جامد. لا يبقى مش من عندي، جوري.
ده كان من عندي بيسان. يبقى تاني يا حبايبي قلنا الأول مش موجود، اعمل عكس الموجود. يعني ايه مس نعمل عكس الموجود؟ يعني لو كان ناقص نجمع، ولو كان زائد نطرح. الناقص لو في النص صح كده، اطرح على طول. تعال بيقول رتب تصاعديا. جايب لي الأعداد دي يا حلوين، بيقول لي رتبيها 5.3. مش عايزة أحلها، ماشي، و3.2. بس هي مثلا مش بعرف الفرق بين تصاعديا وتنازليا. تصاعدي يعني انت لسه طالع السلم، بتبدأ بأول سلمة بتصعد السلالم، بتبدأ بأول سلمة وبعد كده بتطلع للي فوق للكبير، صح؟ صح، افتكرت. ايش يلا، مين هيعرف يرتب معايا يا شباب؟ هقول انا اول واحده، انا مس عمر قبل ما حد، انا هقول اول واحده واسيب لكم انتوا الباقي تعملوه. هنقول اعمل ايه الاول؟ حاجه لازم اساوي الاجزاء، لازم اساوي يا مس الاجزاء. لازم تساوي الاجزاء. يعني الاول اخنت الاجزاء الاولانيه فيها 3 ارقام، يبقى اخلي الكل 3 ارقام. يبقى احط هنا زيرو، واحط هنا زيرو، واحط هنا 2 زيرو. سويت الاجزاء يا مس، خلاص ابدا اشوف مين اصغر رقم عندي. اشوف خانة الاعداد الصحيحة، هنا عندي 5 عدد صحيح، هنا 3، يبقى الـ3 اصغر يا مس من الـ5، يبقى اخد الـ3 الاول. بس استني، خلي بالك دي في 3 تانية هنا اهي. هنشوف انهي 3 الأجزاء. هتكتبيها الاول؟ دي 3.250 ودي 3.601، يبقى مين الأصغر؟ الـ250، يبقى دي اللي هكتبها الأول. وبعدين الـ3.601، وبعدين يا مس الخمسة اللي في تسعة 50، في 52، في واحدة 5 و240، وفي 5 و300. مين الأصغر، الـ240 ولا الـ300؟ هذا 300 أصغر. لا الـ240 طبعا، وآخر واحدة الـ300. 240 أكبر، أكبر من 300، ولا 300 هي الأكبر؟ 300 هي الأكبر. 200 هي الأكبر. 200 300 200 مين ما فهمش الترتيب ده؟ عيده تاني، ناخد مسألة تانية زيها. أيوة يا مس، أيوة يا مس. عليك مش كل واحد مسألة. كل واحد مسألة، لا كلكم هتحلوها، وأسألكم مين أو وصل أو بعد كده. ماشي، يلا رتب تصاعديا برضه. ايه الصداع؟ احسن حاجة ايه المصاعد؟ تصاعديا ولا تنازليا يا مس؟ تصاعدي. تمام. مس نعم. فاكرة يا مس لما كنا واخدين درس عن الطرح وحضرتك كنت بتحليه جمع؟ أنا مش احنا خدنا درس عن الطرح وبنحله جمع ازاي ده؟ لا يا مس حضرتك كان في نفس الدرس، كان معاه نفس الدرس، كان درس زي الدرس ده يعني كان درس، أو كان في منه من الجامع، بعدها خدنا منه الطرح. بقى حضرتك كنت بتحليه جامع، لغاية ما قلت لحضرتك يا مس ده درس عن الطرح وحضرتك بتحليه جامع ليه؟ حضرتك خدت بالك بقى طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ ليه؟ فكرت بيه بدأنا نحله بالإنجليزي بالعربي بالبتاع ايه ده فكرت بيه ايه؟
انه ليه؟ حضرتك كم؟ فاكراها جنب وانا قلت لحضرتك انه طرح بس ايوه ماشي، ايوه وبعدين يعني، وبعدين ولا حاجة. ممتاز شاطر يا عمر انك فكرتني. ماشي حبيب عمار قلب عمار، حل يا عمار حل. هذا يس نحل أول واحدة اللي هي دي موجودة تحت دي. أوكي أساوي الأجزاء يعني أولا والآخر كده نساوي الأجزاء وإلا مش هحل خالص. مين مس حلها؟ ساوي الأجزاء يا مس. يلا حلو. كلنا حليناه ولا لسه؟ ايه ده واحنا لا انا قلت لكم حلوها وانا بعد كده انا هحلها عشان تشوف حلك صح ولا غلط. انا كمان مش اوكي كيس لحظة يلا يلا، كل ده لسه ما حليناهاش يا حلوين، بسرعة شوية. الموبايل فون، الفون طلعي بره يا نور لو سمحت. كلنا خلصنا، يلا بقى انا احل وانت تشوف انت حليت لسه صح يا ولا مس غلط. لا كده كتير. ماشي يا مس يلا اول حاجه هو قال لي رتبي تصاعديا، يبقى انا لازم اسوي له الاجزاء. طيب ابدا هنا، بحط كل في واحده محطوطه منها الاجزاء 3 ارقام، يبقى لازم الباقيين يبقوا زيها. اكبر واحده 3 ارقام، يبقى لازم كله 3 ارقام. يبقى هبدأ أحط الكل اللي ناقصة زيروس. طيب نيجي نشوف هنا، الثلاثة أحط لها 2 زيرو عشان يبقوا 3 أرقام، والهنا اللي بعديها 2.54 أحط لها 0.1 عشان يبقوا 3 أرقام، واللي بعديها دي هحط لها برضو 0.1 عشان يبقوا 3 أرقام. الأخيرة دي بقى ما فيهاش أصلا ولا بوينت ولا فيها أصلا خانة أجزاء، أحط أنا احط بوينت واحط لها زيرو. تمام، 3 زيرو هي كأني 0.1، هيفرقوا هو كفاية زيرو. نبدأ نشوف مين اصغر حاجة. اصغر حاجة بنبص على العدد الصحيح الاول، هنا عدد صحيح 2 وهنا 5، يبقى اكيد الاتنين اصغر. بس عندي يا مس 2 2، دي 2 و540 والتانية 315. بقى 315 15 بعدها اللي تسوي بقى، اللي بقى يا بيسان يا همس، في واحدة هتنسى تساوي الأجزاء في الامتحان، للأسف هتحلها غلط، تفتكر إن ال 54 هي الأصغر من ال 315 وتروح كاتباها الأول غلط. لازم نساوي الأجزاء، أهو أنا قلت أهو كتير، ساوي الأجزاء الأول. اللي هينسى يساوي الأجزاء المسألة هتبقى هتحل غلط. السؤال ده عليه درجتين ونص. درجتين ونص اللي هينسى الدرجة من يساوي أنهي مس؟ الأجزاء، اللي هينسى يساوي الأجزاء هتطلع الحل غلط. مس هي الدرجة أول من حاجة ال 2.315 ونص خدناها نشطب عليها شطبة بسيطة، بعديها ال 2.540 خدناها نشطب نعمل عليها شطبة بسيطة. فاضلي بقى خمسات، دي 5 وجنبيها 300، ودي جميل 5 وجنبيها 30، ودي 5 وجنبيها 0، يبقى أكيد الخمسة وجنبيها 0 هي الأولانية. بس لي فيها 5 وفي 5 وجنبها 3 دي 30، احنا حطينا لها 0، يبقى الخمسة بعد كده والتلاتين، وآخر واحدة هتبقى الخمسة والتلتمية، وخلصنا المسألة. بس مين كده مش كل فاهم؟ سنة مين مش فاهم؟ انا فاهماها. مين مش فاهم؟ عيدها تاني. هاي يا ملك.
فهماها يا ملك ولا عيدها تاني حبيبتي؟ عيديها. ناخد واحدة تانية زيها رتب تنازليا ولا عايزاني أعيد لك نفس المسألة؟ معلش يا بس نفس المسألة. حاضر. أول حاجة عملنا إيه يا ملك؟ سوينا الأجزاء، تمام؟ حطينا هنا صفرين، وحطينا هنا صفر واحد، وحطينا هنا صفر واحد، وحطينا هنا بوينت وصفر عشان ما كانش فيه بوينت أصلا. ماشي يا ملك؟ يلا يا ملك معايا، بنشوف بعد كده مين. يبقى أول حاجة احنا بنعملها نكتبها كده مساواة الأجزاء. تاني حاجة، ها، مقارنة الأعداد الصحيحة. نبص أعداد ثم الأجزاء. العدد الصحيح هنا يا ملك اتنين وهنا خمسة، يبقى مين اللي أكبر، الاتنين ولا الخمسة؟ لا الاثنين بس في عندي مسألة رقمين فيهم اتنين، دي 2 و 500 315 ودي 2 و450، يبقى مين الأول؟ يا تختاري بيه اثنين وربعمية وخمسين. كتبناها الأول، وبعد كده كتبنا اللي هي 540. بعد كده تعالي نشوف الخمسات يا ملك. في واحدة 5 و300، وفي 35، وفي 5 و0، يبقى مين أصغر واحدة؟ ايه اصغر واحدة 35. 5.0. ما دي كانت يا ملك 5 واحنا حطينا لها بوينت وزيرو، يبقى دي اصغر واحدة. معلش. وبعديها 35، واخر واحدة 5 و300. فهمناها؟ ايوه يا مس. مين مش فاهم؟ انا فاهم. فاهم. ماشي، قبل ما ناخد الجديد يلا نطلع وندخل تاني بسرعة. اوكي. اللي هو يا مس حضرتك تقصدي مش فاهم التصاعديا صح؟ هناخد تنازليا تاني، بس ندخل ونطلع تاني.